السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح المحاضرة رقم 7 من كورس Image Processing. محاضرة النهاردة بعنوان Representation and Description. هنتكلم عن ايه محاضرة النهاردة؟ هنتكلم عن Representation و Description وايه الفرق بينهم. هنتعرف ازاي بنعمل Local Feature Extraction. هنتكلم عن Detectors، احنا بندتكت ايه اساسا وبندتكته ازاي، والDescriptors الحاجات اللي هنعملها Detection دي ازاي هنوصفها بقى بعد كده. بيسألنا الأول سؤال، احنا ليه أصلا بنحتاج representation؟ بنحتاجه علشان segmentation غالبا بيطلع لي في الآخر شوية pixels مع بعض ملهمش معلومة، هم دول شوية pixels، ده group مع بعض، ده region، ده حاجة كده. لكن أنا لو عايز أوصفهم بقى بعد كده لازم لهم description، بحتاج بقى إن أنا إيه أستعمل representation و description دول علشان لو هعمل بقى processing بعد كده أبقى فاهم الحاجة اللي معايا دي عبارة عن إيه أساسا، مش بس شوية pixels كده لازقة في بعض وخلاص. طيب بنعمل ده ازاي؟ اول حاجه بنختار ريبريزنتيشن معينه، دي اللي هتسهل لي العمليه بتاعه الديسكريبشن ايا كان بقى هي ايه، وبعدين بنوصف الاوبجكت دوت بناء على الريبريزنتيشن اللي احنا اخترناها. تمام، احنا اول حاجه بنديتكت الفيتشرز وبعدين بنختار منهم شويه فيتشرز، هم دول اللي احنا هنشرحهم. كلام ممكن يبقى مبهم شويه في الاول، ولكن ثرو اوت المحاضره يعني ان شاء الله الموضوع هيوضح اكتر. احنا عندنا حاجتين اساسيين ممكن نختار ان احنا نريبريزنت الحاجه بيهم، يا اما اكسترنال كاركترستكس زي الباوندري مثلا او الشيب بتاع الاوبجكت، هو دايره مربع الاوت لاين بتاع الحاجه يعني، يا اما انترنال كاركترستكس دي الحاجه بقى جوه بتاع نفسها، شويه بيكسلز نفسهم، لونهم، التكستشر بتاعهم وهكذا. فمثال مثلا لو انا عندي المثلث دوت انا هقدر اوصفه، هختار الريبريزنتيشن، هختار الباوندري، مش عايز الشيب، انا عايز الباوندري دلوقتي. فخلاص قمت جايب ايه الباوندري بتاعه اهوت، هوصفه بايه بقى الباوندري دوت؟ عندي حاجات كتير جدا من ضمنها السيجنتشر، فبالتالي بيطلع لي بقى في الاخر الجراف زي كده، ده يونيك خاص بالقطعه دي بس او بالشيب ده بس. ممكن كنت اعبر عنه بالكورنرز، باللاينز، باللينث، بالاورينتيشن، بالكونكافيتيز، حاجات كتير جدا احنا اخترنا من ضمنها السيجنتشر كمثال بس. هنعرف قدام بقى الكورنرز واللاينز والسيجنتشر وكل ده بيتحسب ازاي وكل ده عباره عن ايه اساسا. مثال تاني، لو انا اخترت ان انا اعرفه بالريجن مش بالباوندري، فانا هنا انا انترستد بالشكل اللي جوه بالبيكسلز نفسهم، فانا هنا يا اما اعبر بالاريا، كل ده واحد حجمه عباره عن ايه، يا اما بالكلر، يا اما بالاويلر نمبر وده هنعرفه قدام، يا اما بالستكشر، حاجات مختلفه كتير بقى ايه في منطقه الريجن نفسها يعني. فطبيعي اول حاجه هنحتاج نتعرف عليها هي الفيتشر اكستراكشن. يعني ايه اصلا فيتشر اكستراكشن؟ دي البروسيس او العمليه اللي احنا بيها بنقدر نديتكت شويه فيتشرز عندنا ونستخرجها من الصوره عشان نقدر نعمل عليها بروسيسنج قدام. وبيفكرني ان العمليه دي عمليه مهمه جدا في الايمج بروسيسنج والكمبيوتر فيجن، علشان دي اللي بتخليني انتقل من البيكتوريال للنون بيكتوريال. انا الاول كان معايا صوره، دلوقتي بقى معايا اري مثلا فيها شويه فيتشرز ورا بعض، ما بقاش معايا صوره، فساعتها بقى الكمبيوتر ده يعمل عمليات اسرع بشويه الارقام مثلا عنده او الحاجات دي. طيب الاري دي بقى نفسها بنسميها ايه؟ بنسميها الفيتشر فيكتور. هو زي ما كنت لسه بقول لك، ده عباره عن فيكتور بيكون في انكودنج او ريبريزنتيشن للفيتشرز اللي بتوصف الصوره بتاعتي دي، شويه فيكتور او اري طويله فيها ريبريزنتيشن بتاع الفيتشرز دي، غالبا بيكون كومباكت ريبريزنتيشن عن طريق شويه ارقام او سيمبلز. تمام، ممكن حد يسال هي الفيتشرز دي اصلا مهمه ليه؟ انا مهمه مثلا في حاجه بالنسبه لي في عمليه الماتشنج، زي ان انا اعمل برنامج او سوفت وير في رادار مثلا، في عربيه، في وات ايفر، في اي حاجه، فبيصور اليافطه اللي في الشارع او العلامات المروريه اللي في الشارع، وانا عندي داتابيز فيها شكل كل يافطه، فانا عندي هو دي داتابيز فيها ستوب. حلو، لو هو بقى ماشي ممكن يقوم مصور الحاجه دي من على جنب كده، فمش هتطلع سمايله ملفوفه مهزوزه بتاع، فلو قارنهم بيكسل بيكسل عمرهم ما يطلعوا سوا، ان عمرك ما تصور صوره بيرفكت زي اللي انت مصورها في الداتابيز عندك. فساعتها بقى بعتمد على الفيتشرز، بلاقي فيتشر مثلا حرف التي والاودر مع بعض، وباخد بقى حرف الاو لوحده وحرف التي لوحده، واجيب الاريا بتاع ده مثلا والباوندري بتاع ده وكده، في الاخر اجي على الداتابيز عندي اكون مخزن برضه نفس البيانات دي. فبالتالي لما بيجي يقارن بقى بيقارن هو شويه فيتشرز هنا مع شويه فيتشرز من هنا، لو طلعوا قريبين من بعض يبقى تمام، يبقى هي دي اليافطه فعلا ان انا ايه كنت حاسس عندي في الداتابيز، وهكذا. بدل ما بقعد اقارن بيكسل بيكسل ده عمره ما هيديني ترو، لا انا بقى عندي شويه فيتشرز بس معينه من الصوره تسرع لي عمليه الكورسبوندنج او الماتشز دي. نفس كنت لسه بقوله، لو انا مصور حاجه هنا من قدام بالظبط، هنا صورتها لا من الجنب شويه، فانا برضو باخد شويه فيتشرز، واحده من عند العين دي، واحده من عند العين دي، والمناخير والبق والكلام ده كله، وانا بكون برضو معرف نفس الحاجه دي في الداتابيز عندي. فبالتالي لما بقارن واعرف ان مكان البوينت دي هو نفس مكان البوينت دي، والبوينت دي نفس البوينت دي، اقدر بقى ساعتها ان انا اوصل ما بينهم، اوصل دي بدي مثلا وهكذا، اوصلهم ببعض يعني بشكل عام، فابقى عارف انا الصوره دي اتلفت بمقدار قد ايه، اتغيرت بمقدار قد ايه، فاقدر ابقى اماتش بين الصورتين برضو ايه زي بعض.
مثال مشهور جدا هو البانوراميك ستيتشنج. لو انا اجي اعمل اصور على الموبايل دلوقتي، عندي مود اسمه بانوراما، بيقول لي امسك الموبايل بتاعك اهوت وافضل اتحرك بيه، وهو اثناء دوت عمال بياخد صورة هنا وصورة هنا وصورة هنا وصورة هنا وصورة هنا، وبعدين الاوفرلاب اللي بيحصل دوت هو بيقوم واخد الصورة دي، اعتبر ان هي دي كده والصورة دي هي الصورة دي، وفي اوفرلاب خفيف بينهم صح، بيقوم واقف على الصورة الأولانية ويجي على الحتة الصغيرة دي ويعمل فيها شوية فيتشرز، فيتشرز ياخد شوية كي بوينتس هنا كده ويقعد يعمل فيتشرز، فيعرف ان هنا في هنا حتة شبه الكوبري دي كده فيها اللون الأصفر كبير واللون اللي معرفش ايه الأزرق قليل وكده، ويجي على الصورة التانية في نفس حتة الأوفرلاب يعمل شوية كي فيتشرز، فلما يحصل ماتشنج في نفس الحتة دي يروح لازق الصورتين دول في بعض ويكمل. كل ده بيحصل وانت بتصور بانوراما وبتحرك الموبايل، هو في الباك جراوند هو عمال بيعمل الكالكوليشنز دي كلها عشان يعرف يلزق الصورتين دول عند انهي حته بالظبط وما يطلعش فيه تشوهات في النص. شويه بقى ابلكيشنز مشهوره في الموضوع دوت، اول حاجه الايمج الاينمنت. احيانا لما تيجي في اي سوفت وير اديتنج تقول له انا عايز اروتيت الصوره دي مثلا، تلاقيه هو راح اوتوماتيك راح عمل لها ايه روتيشن، عن طريق ان هو بيخلي لك الخطوط المستقيمه فيرتيكال بالظبط وهوريزونتال بالظبط، يا اما 0 ديجري يا اما 90 ديجري. تنفع جدا مثلا في الموشن تراكنج، لو انا عايزها اتتبع عربيه ماشيه في الشارع مثلا او شخص بيتحرك او كده، عن طريق ان انا بقى عندي شويه فيتشرز للشخص ده مثلا لوشه لايده الكلام ده، طول ما هو ماشي انا متتبعه واقدر اتحرك وراه. روبوت نافيجيشن نفس الكلام، ان انا ببقى معرف الروبوت ده شويه فيتشرز معينه في الطريق، اول لما تشوفها تشوف معرفش ايه يخش يمين، تشوف دي يخش شمال، تشوف دي كملت على طول وهكذا. من فايه طبعا في اوبجكت ريكوجنيشن، ان انا الاوبجكت دوت برضو بعرف شويه فيتشرز، وعن طريق الفيتشرز دي بقى ديتكت بقى ايه بالكاميرا بتاعتي، فبقى عرفت اريكوجنايز الاوبجكت ده. وحاجات تانية طبعا مختلفة كتير. الفيتشرز عندي بتنقسم لنوعين رئيسيين، نوع جلوبال ونوع لوكال. جلوبال يعني هو واحد على الصورة كلها، زي الهيستوجرام، انا عارف ان الهيستوجرام بتاع الصورة كلها واحد ايا يعني كان انا واقف عند اي بيكسل، هو في الاول الهيستوجرام بيوصف الصورة كلها از جلوبال. زي التكستشر، الصورة دي مثلا حاجة خشنة حاجة ناعمة، التكستشر في الصورة بشكل عام. او الاستاتستيكال بتبقى شوية ارقام عن الصورة نفسها، نسبة الاسودات نسبة الابيضات اللي زي ما قلنا الكونترست والحاجات دي، دي كلها حاجات بتوصف الصوره بشكل عام. اما الحاجات اللوكال فدي انا بكون واقف في ريجن معين من الصوره وبوصف بقى حاجات ايه خاصه بيه، زي ما قلنا لو كان واقف عند اوبجكت هوصف الباوندري بتاعته، هوصف الريجن بتاعه. لو انا قلت ان انا عندي هنا دايره الباوندري بتاعتها عباره عن حاجه سيركلر، مش معناه ان الصوره سيركلر، ممكن يكون عندي حاجه مثلثه فوق او حاجه مربعه في حته تانية، فدي بتكون لوكال، هي خاصه بالحاجه اللي هي واقفه عليها وبتشرحها او بتوصفها. زي ما قلنا في الاول ان انا عندي خطوتين او ثلاثه بقى في عمليه الفيتشر اكستراكشن. اول حاجه ان انا بديتكت الحاجه بتاعتي، عن طريق ان انا بحط شويه كي بوينتس وبديفاين الريجن اللي حوالين كل واحده. يعني زي ما قلنا انا عندي صوره اهو، فانا عندي شويه اوبجكتس فيها، فانا بديفاين شويه كي بوينتس، كي بوينت هنا مثلا وكي بوينت هنا وكي بوينت هنا وكي بوينت هنا مش مشكله، وبوصف بقى كل ريجن حوالين كل كي بوينت. فبيجي عند الكي بوينت دي اقول ان والله اللي حواليها ده كده ايه، دي دايره، كي بوينت دي قول ان ده مثلث، وهنا قول ان ده مستطيل او مربع، واجي هنا اقول ان مفيش حاجه مميزه قوي، فدي تبقى ايه الباك جراوند بتاعتي. اما الديسكريبشن فهو انا هوصفها ازاي، زي ما قلنا في الاول ممكن اتعامل مثلا مع حاجه زي السيجنتشر، انا هعرف السيجنتشر بتاعت كل شكل وعلى اساسها هيبقى عندي حاجه يونيك لكل شكل من عندي. ممكن نستعمل لو قلنا الاريا، ممكن نستعمل حاجه اسمها ريكتانجولاريتي، ممكن نستعمل بقى ديسكريبتورز كتير جدا هنعرفها في المحاضره باذن الله. واخر حاجه بقى بعد ما خلاص طلعت الاشكال وصفتها خزنت الكلام ده عندي، ان انا بعمل ماتشنج بقى، وهو ان انا بحاول اوصل او اعمل كورسبوندنس بتوين لوكال ديسكريبتورز في تو فيوز مختلفين، صورتين مختلفين عندي، بطلع الفيتشرز من ده والفيتشرز من ده، وبعدين احاول اماتش الاثنين بينهم اشوف ايه هنا بيساوي ده هنا، فاعرف زي ما قلنا مثلا في البانوراما ان انا اوصل بينهم اعمل ستيتشنج او كده. ده اكزامبل هو مثلا معانا، اول حاجه في الديتكشن هو حط شويه انترست بوينتس او كي بوينتس اللي هي الاكسات اللي عنده دي كلها تمام، وبعدين جاب لوكال ديسكريبتور عند كل كي بوينت، بيقوم واخد زي مربع كده حواليها، وبعدين هو هنا اختار يستعمل لوكال ديسكريبتور وهو الهيستوجرام. الهيستوجرام احنا كنا خدناه ان هو جلوبال من شويه، بس ممكن يتطبق على حاجه صغيره فيكون لوكال برضو، مش هقول لا يعني. فبالتالي الهيستوجرام اللي عندي لو صوره اتلفت اتعملت بتاع مش هيفرق، ان هو في الاول في الاخر بيشوف المربع دوت فيه الوان ايه او فريكوينسيز ايه ويوصفها لي صح، فبيقوم مطلع هيستوجرام لكل واحده، والهدي والدي والدي والدي، ويجي عند الصوره الثانيه ياخد نفس الكي بوينتس برضو ويوصف فيها الحاجات دي كلها، ويطلع الهيستوجرام لكل برضو بوينت منها، وفي الاخر خالص بيجي يعمل ماتشنج بين الاتنين مع بعض، فيعرف ان A2 هنا هي B2 هنا، فيحصل ماتشنج بين الاتنين، يعرف ان الجزء ده هو الجزء ده. وبعدين مثلا ممكن يقوم واخد A3 دي وB3 اللي فوق دي، فيحصل ماتشنج برضو بينهم ان الاتنين واحد، فيقوم مثلا هو موصل زي خط بين دي ودي وخط بين دي ودي، فيعرف ان الخط ده اتلف بقى واقف كده، فيعرف ان الصورة اتلفت
90 درجة مثلا للشمال أو حاجة كده يعني، حسب بقى الألجوريزم بيعمل ماتشنج بأي طريقة. فده كده أوتلاين سريع للمحاضرة بتاعت النهاردة. أول حاجة هنتكلم عن الديتكشن، ازاي بندتكت الإدجز، اللاينز، كورنرز، الريجنز، الحاجات دي. بعدين قلنا عندنا معاملة ديسكريبتورز، يا إما هنوصف باوندريز يا إما هنوصف ريجنز، تمام. وفي الآخر خالص هنعرف ازاي بيحصل ماتشنج ما بين الاتنين دول مع بعض. اول حاجه هنتكلم عليها هي الفيتشرز ديكشن. الفيتشرز ديكشن قلنا بتبدا بالكي بوينتس او الانترست بوينتس او الفيتشرز، كلهم نفس الحاجه. فبيقول لو انا معايا الصوره دي وعايز اختار شويه كي بوينتس، اقدر اختارهم فين بحيث يكون اماكن مميزه شويه. طبيعي مش هاجي في حته هنا واقول لك البيكسل دي بيضه، طب كل اللي حواليها ده ابيض، تمام. فممكن اجي مثلا اقول لك ان البيكسل دي جوه دايره هنا، انا لو وقفت هنا وقعدت اتحرك لورا شويه هقدر احسب ان انا عندي هنا ريجن مدور. نفس الكلام اقدر اقف هنا واحسب ان انا عندي هنا ده ربع مربع وهكذا. فالبوينتس اللي احنا بنختارها ككي بوينتس بتكون حاجات مميزه شويه في الصوره، في الفور جراوند اوبجكتس مش في الباك جراوند بتاعتي. هنا مثلا مش هاجي اقوم اقول له اقف هنا اقول له والله في سما زرقاء، طب انت نص الصوره عندك سما زرقاء. انا ممكن اجي اقف في الحته دي مثلا واقول ان انا في هنا عندي قمه معينه مقارنه باللي حواليا ان هي اعلى من خط الافق ده شويه، وات ايفر. عندي والله هنا قمه تانية صغيره تحت خط الافق بمثلا 20 بكسل حاجه كده. فبالتالي لما اجي هنا في الصوره همشي عند خط الافق اشوف البيكسلز اللي اعلى منه، وبعدين اجي هنا كده بعدها بشويه وانزل تحت خط الافق لان عندي نفس القمه، فيحصل ماتشنج ان الصوره دي هي الصوره دي بس هي اتحركت لليمين شويه فروحت مزود حاجه هنا واكني قصيتها هنا كده. نفس الكلام هنا برضو الكي بوينتس بتوعي بيكونوا ايه، ممكن مثلا بوينتس في الروف عشان ده حاجه مميزه شويه عندي، وبعدين بوينتس عند الشباك فبعرف ان انا عندي هنا 6 مربعات جنب بعض وهنا 6 مربعات جنب بعض. فلما اجي اقف هنا اعرف اديتكت الستة دول والستة دول واعرف ان فوقيهم هيبقى في روف، فاعرف ان الصورة دي هي بس تلتد شوية وهكذا. يعني تختار كي بوينتس يكونوا في مواضع انترستنج في الصورة بتاعتك. وفي طبعا بوينت مهم جدا محتاجين ان احنا ناخد بالنا منها وهي الانفارينس، ان انا محتاج الحاجات اللي انا هاخدها دي او الكونتنت اللي انا هستخرجه دوت يكون انفارينت للترانسفورميشنز، والا انا هستفاد ايه لما انا اخد فيتشر من هنا وبعدين اخش نفس الصورة ملفوفة مثلا شوية اقول له لا مش عارف صراحة ايه ده. فعشان كده مثلا في المثال في الاول كان واخد الهيستوجرام، الهيستوجرام مش هيفرق لما يتلف او يتحرك شويه يبعد يجي بتاع وهو في الاخر يعني. فمهم جدا ان انا الحاجات اللي انا هاخدها دي تكون انفاريانت للترانسليشن، الروتيشن، السكيل، واي شويه مانيبيوليشن ممكن يحصل في الصوره يعني بشكل عام. فانا مثلا محتاج ان انا لو خدت كي بوينت زي العين دي والمربع اللي حواليها اجي في الاخر لما يجي لي صوره زي كده اعرف استخرج نفس الكي بوينت دي بالظبط بنفس المربع اللي حواليها، اجي اقارن التو ريجنز مع بعض كبيكسلز يعني يطلعوا لي الاثنين واحد بالظبط. ما لاقيش مثلا ان الدنيا دخلت في بعضها وما بقاش عارف يشوف نفس الصوره دي، تمام. مجرد هو نفس الكتاب بس مجرد ان هو بقى نايم او اتلف او وات ايفر يعني. في الجوريزمز ثانيه بتتعامل مع الموضوع ده بطريقه مختلفه. يعني انا هنا مثلا اخدت حاجه زي حرف التي ده مثلا وخلاص خدت الهيستوجرام بتاعه وانا زي الفل انا متعامل مع الهيستوجرام، لو دخلت نفس الصوره بس برايتنس اعلى شويه او عليها لون او وات ايفر الهيستوجرام هيبوظ. فساعتها بقى بنحتاج ان احنا نشوف فيتشرز تانية او ديسكريبتورز تانية، حاجات توصف الشكل اللي انا خدته دوت او الكي بوينت اللي انا خدتها او الفيتشر اللي انا خدتها، حاجات تانية توصفها غير الهيستوجرام بحيث انها تكون انفاريانت للفوتومتريك ترانسفورميشنز، التغيرات اللي في الالوان دي، تمام. ومن المتوقع طبيعي ان انا خلاص انا قررت احط شويه كي بوينتس عندي في الصوره، طبيعي ده مش كفايه محتاج زي ما قلنا شويه ديسكريبتورز اوصف بيها الكي بوينتس دي والريجنز اللي حواليها. ولكن بقول ان في بعض الحالات بيكون الكي بوينتس كفايه بالنسبه لي مش محتاج ان انا اوصفها اصلا بحاجه. وكمان بيعدي لي معلومه ان ما عنديش طريقه سوبيريور، طريقه واضحه وصريحه اقدر اختار بيها الانترست بوينتس في الصوره بتاعتي او في اي ديتكشن ابلكيشن عندي. طبيعي مش كل لما اجي صوره اقعد انا ادوس له هنا واقول له والله دي الفيتشرز بتاعتي وهنا والله دي الكي بوينتس بتاعتي او الفيتشرز بتاعتي برضو قارن لي بقى بينهم، طبيعي لا الموضوع بيحصل اوتوماتيك. بس لحد دلوقتي مفيش الجوريزم معينه او ميثود معينه سوبيريور وافضل بكتير جدا من كل اللي حواليها، كل واحد بيحاول يعني يعمل ايه احسن ما عنده. طيب اعرف منين الفيتشر اللي عندي دي جود فيتشر ولا فيتشر فكسانه مش هتفيدني في حاجه؟ الريبيتابيلتي اهم حاجه بالنسبه لي، ان انا الفيتشر دي هعرف الاقيها متكرره في كذا حاجه. يعني مثلا ما اجيش لواحد واقول له والله في صورته دي الفيتشر بتاعته دي كاب، هو لابس مثلا طاقيه ولا لابس كاب، طب ما انت ممكن في صوره تانية يبقى مش لابس الكاب. لا انا هختار مثلا فيتشر عينه وعينه التانيه اللي جنبها وبعدين مناخيره اللي تحت وبعدين التلاتة مع بعض مثلا، هيبقى عندي حاجة ريبيتابل في كل الصورة. تاني حاجة هي السيلينس او الديستينكتيفنس، ان كل فيتشر تكون ديستينكتيف، مختارش مثلا فيتشر ما تكونش مميزة في اي حاجة عندي في الشخص او في الصورة او الاوبجكت اللي انا هعمله دوت واقول لك دي فيتشر حلوة، لا هي مش مميزة بالنسبة لي. ف
بالتالي ممكن معرفش اصلا اجيبها في حاجة تانية او في صورة تانية، او تبقى متكررة او في صورة بشكل كبير جدا، فالالجوريزم تتلخبط. هو انت عايز انهي واحدة في دول؟ الهدف الرئيسي من كل اللي احنا بنعمله دوت الكومباكتنس والافيشنسي. انا مش عايز امشي اقارن كل البيكسلز اللي في الريجن بتاعي، لا انا عايز اختزل الكلام ده كله في شوية ارقام، في رقم او اتنين. فبالتالي محتاج ان انا الفيتشرز دي لما بعد ما اوصفها وكل حاجة يبقوا many fewer features than image pixels، والا هكون ما استفدتش اي حاجة يعني. واخر حاجة هي اللوكاليتي، ان انا ما اجيش مثلا زي صورة الكتاب اللي كانت عندي شوية دي، انا خدت عين بس من على الكتاب او حتى قد كامل الكتاب، دي الفيتشر بتاعتي. ما ينفعش اقول لك انا هاخد والله العنوان ده كله هو ده الفيتشر بتاعي. ليه؟ لان ممكن في صورة تانية يجي مثلا كتاب تاني مغطي عليه، فبالتالي ساعتها مش عارف اعمل ماتشنج مع كل كفر دوت، فهيديني فيلير. لا انا محتاج لوكاليتي، ان انا كل فيتشر تبقى اخد مثلا نص التايتل ونص التايتل ده، او مثلا جزء يعني من التايتل، بحيث ان حتى لو في حته استخبت مني مش مشكله، انا عارف اماتش مع كذا فيتشر تانيين فيحصل الماتشنج بالظبط. اما لو انا خدت جزء كبير جدا من الكتاب هو دوت كده الفيتشر بتاعي، وجت حاجه تانية راحت مغطيه فوقيه، فانا بالتالي مش عارف اعمل ماتشنج، فده مش جود فيتشر بالنسبه لي. انا محتاج الفيتشر يكون بيغطي relatively small area من الصوره بتاعتي. فهذا اكزامبل كمان عندنا اهوت، هو الالجوريزم عملت ايدنتيفاي في الاول شويه انترست بوينتس اللي هي النقط او الكور البيضاء اللي عندي في الصوره دي، بعد كده بيكستركت الموضوع دوت في فيكتور فيتشر، تمام، عند كل بوينت هو خد عندها الانترست بوينت بتاعته بيقوم واخد مربع حواليها، عند كل بوينت يقوم واخد مربع حواليها، ويحسب بقى عندها ايا كان الديسكريبتور اللي هو اختاره، ويقوم مطلع شويه الفيكتور فيتشر دوت بتاعه، ويجي عند الصوره التانيه يقوم مطلع برضو الفيكتور فيتشر بتاعها، ويقعد بقى يقارن الديسكريبتورز اللي في التو فيوز مع بعض لحد ما يعرف يحصل ماتشنج ما بين الاثنين وبين بعض. عندي شويه الجوريزمز مشهوره في الكي بوينت ديتكشن بيحددهم على اساس ايه يعني وكده، اشهرهم هو اللوج او اللابلاسيان اوف جاسيان، وحاجه كمان اسمها المورافاك والهارس والهيسيان، شويه الجوريزمز كده ايه نعرف اسميها بس يعني، لكن ما عرفناش شغالين ازاي من جوه. الكي بوينت ديتكتورز دول معتمدين على شويه ماث الجوريزمز، من ضمنها الجريدينت ماجنتيود والجريدينت دايركشن، اللابلاسيان احنا خدناه اللي هو كان السكند ديريفيتيف، وحاجه اسمها الهيسيان ماتريكس، والايجن فاليوز والايجن فيكتورز والايجن سبيسز. تعالوا نبدأ بأول ديتكتور معانا وهو الـ Edge Detection. من مميزاته إن هو بي extract information طبيعي، بي recognize الـ objects، وميزته بقى الرئيسية إن هو بيعرف يريكفر الجيومتري والفيو بوينت بتاعتي بتاعت الصورة، أعرف أنا كنت باصص من أنهي زاوية بالظبط، والجيومتري بتاعت الشكل دوت مربع مستطيل، في مثلا روف بشكل معين والبيت نفسه بشكل معين وكده، بيعرف يريكفر الجيومتري بتاعته بشكل كويس. وزي ما احنا عرفنا من المحاضرة بتاعت الـ Edge Detection أصلا، إن أنا عادة الموضوع بيكون derivative based، يا اما first derivative يا اما second derivative. انا لو عندي هنا point معينة في الصورة بتاعتي وخدت خط طويل كده بيقطع معاها، فده مكان ال point، هو ده ال intensity profile بتاعي بالنسبة لي، كان ماشي في الرماديات، وبعدين لو هاخد بالنا في حتة سودا كده اهوت راح نازل، وبعدين طلع تاني كمل في الابيض، وبعدين راح نازل تاني في عمود النور وطالع، نزل تاني اهو وطلع، وبعدين نزل غامق شوية وكمل اهو، نزل شوية وكمل، وبعدين عندي اسود كتير جدا اللي هو تحت دوت، وبعدين طلع في الابيض ونزل تاني اهو، ونزل تاني، وبعدين فضل مكمل، وبعدين جه شويه شادو وطلع تاني، فكمل وبعدين شويه شادو وطلع تاني، فده الانتنسيتي بروفايل. لما باجي اعمل بقى فيرست ديريفيتيف يقوم مديني الشكل اللي تحت دوت، اللي بيعرفني حصل بقى تغيرات فين، هنا ان انا هنا نزلت الاسود وهنا طلعت تاني الابيض، وبعدين نزلت وبعدين طلعت، وهكذا. لو انا زودت شويه جازيان نويز على الصوره بتاعتي الموضوع بيفضل لسه ايه ديتكتبل شويه، ان انا لسه في الريجن ده كله اللي هو من النص لنيجاتيف النص كله فيه نويز ولكن ستيل انا قادر اميز ان انا هنا كان عندي نازله جامده للاسود، طالعه جامده للابيض، نازله جامده طالعه جامده، وهكذا يعني. البيكس بتفضل لسه محافظه على وجودها يعني، لكن طبعا لو انا زودت نويز اكتر فساعتها هاجي هنا ابص على الفيرست دريفت فهلاقي ان الدنيا قلبت كلها نويز، فالموضوع بيضرب معايا ما بقاش عارف اتعامل فيه يعني. فالحل الامثل زي ما احنا عارفين ان انا طبعا بعمل سموثينج اول للصوره وبعدين باخد الدريفتيف، فده كان السموثينج بتاعي، ده الفلتر دي السيجنال، وده الكيرنل او الفلتر اللي انا هعمله، بعملهم كونفولوشن مع بعض فيحصل لي سموثينج، بعدين اخد الدريفتيف بتاع الصوره، فدي السيجنال بتاعتي بشويه النويز اللي فيها، ده السموثينج كيرنل، بعد ما اعمل كونفولوشن بيديني الشكل دوت، فبعد كده لما اجي اخد الدريفتيف بيطلع لي بالشكل الجميل دوت، مفيش نويز مفيش الكلام اللي كان حصل لي في الاول ده. في معلومه بقى مهمه فاتني في حاجه زي كده، وهي ان الديفرنشيشن والكونفولوشن اسوشيتيف، يعني لو انا خدت الصورتين عملتهم كونفولوشن مع بعض وبعدين خدت دريفيتيف، هي لو خدت دريفيتيف واحده بس او فانكشن معين
وبعدين عملت له كونفولوشن مع الصوره، فبالتالي انا احسب دريفيتيف لكل السيجنال مع بعد ما اعمل لها كونفولوشن، ولا احسب دريفيتيف لحاجه صغيره اللي هو الكيرنل بتاعي بس. اكيد هحسب الكيرنل بس، عشان هو حتى باين عندي هنا كان هو مساحته صغيره، فكالكوليشنز قصيره مش السيجنال كلها. فبالتالي احنا بقى بقينا بنشتغل ازاي، ان انا باخد دريفيتيف اوف ذا جاسيان، دي الجاسيان بتاعتي الاصليه، ده الدريفيتيف بتاعها، بحسب الدريفيتيف بتاعها بسهوله، معروف اصلا، مش يعني السيجنال عندي بتتغير لكن الجاسيان معروف، انا عارف الفورمولا بتاعته، بقوم جايب الدريفيتيف بتاعها على طول، وبعدين اعمل كونفولوشن للصوره بتاعتي او السيجنال بتاعتي مع الدريفيتيف الجاسيان، فكده انا بكون عملت سموذنج وايدج ديتكشن في نفس الوقت. في بقى مشكله بتواجهني لما باجي اعمل السموذنج دوت، ان انا لو انا كانت عندي الصوره الاصليه وتعمل ايدج ديتكشن، هنا الخط الابيض هنا مثلا او الخط الاسود الايدج يعني اللي عندي، هي الويث بتاعها بيكسل واحده بس، طبيعي ما هي الايدج فيها بيكسل واحده، لكن لما باجي اعمل سموذنج بقى للصوره الموضوع بيبدا يتفرش، هتلاقي هنا الخط الابيض بقى اتخن شويه، عملت سموذنج اكتر بقى اتخن شويه، فبلاقي ان انا الايدج بتغطي عندي 3 بيكسلز و7 بيكسلز وساعات اكتر من كده كمان. كل ما اعمل سموذنج اكتر الايدج ديتكشن بيبقى اسهل بالنسبه لي عشان مفيش نويز كتيره، لكن في نفس الوقت ده بيبوظ لي بقى اللوكاليزيشن. لو فاكرين في اللوكاليزيشن احنا قلنا ان انا بحتاج الفيتشر تغطي اقل عدد بيكسلز ممكن، كده لا، انا الحاجه عماله تفرش مني، فايه ده بيبقى تريد اوف بين الاثنين، انا هسموذ لحد قد ايه بحيث ان انا اتخلص من النويز لكن في نفس الوقت ما بهدلش او ما بوظش اللوكاليزيشن بتاعي. يعني مثلا هتلاقيها باينه جدا هنا على الشمال هنا كده في الاسود ده، هنا كان رفيع جدا، بص في الاخر بقى تخين جدا، فطبعا ده بيأثر على اللوكاليزيشن زي ما لسه قايلين. فالبالانس بقى هو دوت اللي بيطلع لي الجود ايدج ديتكتور، من ناحيه هو بيعمل جود ايدج ديتكشن بحيث ان هو بيقدر يجنور النويز او اي شويه ارتفاكتس او مشاكل في الصوره بتاعتي، وفي نفس الوقت must be as close as possible to the true edges عشان يحافظ على الجود لوكاليزيشن او يحقق لي يعني جود لوكاليزيشن. فاللي بيحصل في حاجه زي كده ان هو غالبا بعد ما بيطلع الايدجز الكبيره دي بيرجع لي بقى في الاخر 1 بوينت اونلي لكل ترو ايدج بوينت، يعني بيجي للايدج اللي عرضها 7 بيكسل دي بيقوم واخد اللي في النص. مين بقى اللي بيحقق لي الكلام دوت؟ هو الكاني ايدج ديتكتور، عندي غيره طبعا الجريدينت ولا بلاسيان اللي هم الفيرست والسكند دريفيتيف، بس الكاني بقى هو اللي بيقدر يتخلص لي بشكل واضح جدا من الثيك ايدجز دي، ان هو عنده خطوه في النص اسمها الثيننج، وهي ان هو بياخد الايدجز التخينه دي ويقوم رفعها بحيث انها يعني تغطي اقل عدد بيكسلز ممكن. السلايدز هنا فيها شرح طويل جدا للكاني بشويه ماث معقد جدا ملوش اي لازمه الصراحه، حتى رجعت على الامتحانات اللي فاتت في اخر 5 6 سنين عمره ما بيسال في تفاصيل التفاصيل بتاعه الالجوريزم بتاع الكاني يعني، فانا هشرحها سريعا كده. اول حاجه زي ما قلنا احنا بنعمل ايمج سموذنج، ده المتعارف عليه خلاص، احنا قلنا ان احنا هنعمل كونفولوشن او فلترنج للصوره مع الديريفاتيف اوف جازيان، وطبعا احنا عارفين انها في ايدج ديتكشن ما عنديش حاجه بتجيب لي كل الايدجز على طول، فبعمل مره مع الاكس دايركشن ومره مع الواي دايركشن، ده شكلهم اهو، دوت الجازيان اللي في الاكس دايركشن ودوت اللي في الواي دايركشن. فدلوقتي مثلا لو انا واقف عند بيكسل معينه في الصوره، حلو، البيكسل دي عند كوردينيتس يو وفي، تمام، هقوم احسب لها جريدينت في الاكس تمام لليو والفي بتاعتي، وجريدينت في الواي لليو والفي بتاعي، صح كده؟ وبعدين عشان احسب بقى الجي اكس واي اللي هو بتاع البيكسل نفسها او اليو في وات ايفر يعني في تو دايركشنز مع بعض، بقوم عامل سكوير روت الجي اكس سكويرد زائد الجي واي سكويرد. ده عباره عن ايه الكلام ده؟ هو دوت الماجنتيود، دوت انا عرفت انا عندي هنا ايدج بقيمه قد ايه، او يعني عملت كومباين للتو ايدجز مع بعض الاكس والواي. ايه الاورينتيشن دوت؟ انا لو انا عندي مثلا مربع فانا ببقى عايز اعرف اتجاه الايدج، الايدج عندي هنا مثلا ده النورمال بتاعها، في اتجاهها بيكون كده، الايدج هنا اتجاهها بيكون كده، وهنا بيكون كذا، وهنا بيكون كذا، ممكن لو انا حاجه روتيتد شويه يبقى الايدج بتاعتي بزاويه معينه. بعرف بقى الاورينتيشن ده منين؟ الارك تان او الانفرس تان، تان نيجاتيف 1 يعني، الجي واي على الجي اكس، تمام، القيمتين اللي انا حسبتهم في الاول دول. فكده بيعمل بقى ايدج ماب بالنسبه لي لكل قيمه او لكل بيكسل انا واقف عندها، بقوم حاسب لها الماجنتيود بتاعها والاورينتيشن، تمام. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ عمليه الثيننج بقى دي بيعملها ازاي؟ ان هو بيقوم جاي عند الايدج اللي هو عملها ديتكشن دي، خلاص هي مثلا واخده 7 بيكسلز، حلو، فادي الايدج بتاعتي، زي ان انا مثلا واقف عند الحته دي من المربع، تمام، انا عملت زوم قوي على الحته دي، تمام، فانا عارف ان انا عند شويه البيكسلز دي او عند البيكسل اللي في النص فيهم مثلا، انا عارف ان ده الاورينتيشن بتاعي، انا لما حسبت كل حاجه قال ان اتجاه الايدج بتاعك للشمال كده، صح؟ فهو بيقوم واقف عند كل بيكسل من الخط اللي عندي دوت ويقارنها باللي حواليها في هذا الاتجاه بس، هيقارن البيكسل دي مع دي ومع دي،
لكن مش هو مش مهتم بالاتجاه اللي بالطول دوت. ليه؟ لان هم على نفس الايدج كلهم، فبيقارن اللي على يمينها وعلى شمالها. طب لو كنا واقفين هنا فوق كده كان هيقارنها باللي فوقيها واللي تحتها، يعني بيقارن بناء على الاورينتيشن بتاع الجريدينت اللي هو لسه حاسبه من الخطوه اللي قبلها. وبعدين بيشوف مين اكبر قيمه في الخط اللي عنده دوت وياخدها ويفكس لكل الباقيين، فبيسموه نون ماكسيمم سبريشن. هي دي الالجوريثم، ان هو بيعمل سبريشن او بيطير يعني لكل النون ماكسيمم بوينتس. بالنسبه لي بيقارن انهي بقى، بدل ما يقف على كل بيكسل ويقارن كل اللي حواليها، لا بيقارن الحاجه اللي جنبها في الاتجاه بتاع الايدج فقط لا غير. فاللي بينتج عن دوت ان هو بيعمل ثيننج للمالتي بيكسل وايد ريدجز. بيعمل لهم ازاي؟ قلنا ان هو بيقارن باللي في نفس الاتجاه بتاع الايدج بتاعها يمين شمال او فوق وتحت، بس ما بيقارنش بالاتجاه التاني وياخد اعلى قيمه فيهم. ليه؟ لان انا باللي بيطلع لي في الصوره في الاخر، لو نرجع كده صوره الحمار ده، هتلاقي ان انا عندي ابيض جامد جدا في النص وبعدين بينزل يروح للرمادي وبينزل يروح للرمادي، فانا مش عايز غير اكبر بيكسل فيهم او اكبر قيمه فيهم، والباقي كله ايه، بدل ما انا عندي الايدج عامله كده اهو، لا انا عايز اخليها تكون بيك، فبيقوم عاملها حرفيا بيك، بياخد في النص بس ويطير كل اللي على الجناب ده. فهي دي تالت خطوه عندي اللي هي الثيننج او النون ماكسيمم سبريشن. اخر حاجه خالص بعد ما بيكون خلاص بقى عنده خطوط 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 دوت، بيعمل ثريشولدنج علشان يتخلص من اي فيك ايدجز. بالنسبه لي مثلا لو انا عندي ورده، فالورده بيبقى فيها مثلا زي عروق في النص او حاجه كده، هو بيدكتها يعني باعتبار ان هي بتبقى ليها لون مختلف عن اللي حواليها، فبياخد باله ان دي شكلها ايدج عندي يعني، لكن هي فعليا مش ايدج. فبيطلع لي ان الايدجز اللي بره دي قيمتها عاليه قوي، الايدجز اللي جوه دي قيمتها قليله جدا، فلما اجي اعمل ثريشولد بيقوم واخد ايه اللي فوق بس ويفكس اللي تحت. معلومه اضافيه على جنب، ان الكان ايدج ديتكتور بيكون عنده 2 ثريشولدز، واحده لو واحده هاي. يعني مثلا لو انا عندي جراف، انا عارف الصوره زحمت فهمسح بس الحواف ده اللي فوق دول كده. يعني لو انا عندي جراف بالشكل ده بيعبر عن الفريكوينسيز اللي عندي، فانا والله عندي مثلا شويه فريكوينسيز عاديه كده، وبعدين فيري هاي فريكوينسيز، وبعدين فيري لو فريكوينسيز. فهو يعني لو اخدت هنا فريكوينسي بتاعتي او الكات اوف فريكوينسي يعني او الثريشولد وات ايفر هنسميها ايه، هاخد اللي فوق ده تمام، بس اللي تحت ده كان مهم بالنسبه لي هيتفكس، ولو خدتها واطي قوي كده ممكن شويه نويز تيجي معايا. فهو بيعمل ايه، ان هو بدل ما بيعمل كده بيقوم واخد تو ثريشولدز، واحده هنا وواحده هنا، دي بيسميها الهاي ودي بيسميها اللو. حلو، اهي لو عند هاي، بياخد الهاي دي اي حاجه اعلى منها تمام دي معايا، دي بيكسل بيضه جدا فدي بيكسل ترو ايدج يعني. وبعدين بيجي عند اللو اي حاجه اقل من اللو دول فاكسانين مش هاخدهم معايا في اي حاجه، اللي هو الجزء اللي تحت ده. اللي في النص ده بقى بياخده امتى؟ بيبدا من البيكسل الهاي دي اللي عنده ويفضل ماشي باي بيكسل كونكتد جنبها، فبالتالي بيروح واخد الكلام ده كله معاه. اما لو انا مثلا كان عندي الشكل بتاعي حاجه عامله زي كده ونازله تاني وبعدين طالعه او حاجه كده، فلو انا كنت واخد الثريشولد بتاعتي هنا كده وهنا، فبالتالي ساعتها كل ده هيضيع مني عشان ده تحت اللو. تمام، قد يبان الموضوع معقد لكن هو مش معقد، هو باختصار شديد هو بياخد 2 ثريشولدز، الواحده اللو واحده هاي، اي حاجه اعلى من الهاي تمام معايا، اي حاجه اقل من اللو لا مش معايا. اللي في النص دول بقى بيحددهم على اساس ايه، لو في اي حاجه من اللي في النص دول كونكتد مع الهاي هياخدها، او هتقول لك يوز ذا هاي تو ستارت ايدج كيرفز. فهي دي عمليه الكونكتيفيتي، ان هو بيعمل ثريشولدنج وبحب يبقى له في النص بيوصلهم عن طريق الكونكتيفيتي، او بيحدد هو هياخدهم ولا على اساس الكونكتيفيتي. تمام، هنعدي برضو على السلايد سريعا، هعيد الموضوع عليها بس هتلاقي الموضوع بقى ايه اوضح بكتير جدا دلوقتي. اول حاجه الايمج سموثنج اهو بنفلترها بالجازيان سموثنج فانكشن، ده كانت الايكويشن بتاعته. عندي فاريبل واحد هنا اللي هو السيجما دي، خلي بالك من السيجما عشان هنحتاجها في الاخر خالص، هنرجع نقول فاكر السيجما دي، لما السيجما دي هي السموثنج فاكتور عندي. تمام، فهنيجي في الاخر نقول لما كنا بنكبر السيجما دي كان ايه اللي بيحصل، ولما بنصغرها ايه اللي بيحصل، فيعني خليك فاكر السيجما دي بس كده ايه معايا. وبعدين زي ما قلت لك برضو بنحسب الماجنتيود اللي هو سكوير روت جي اكس سكوير جي واي سكويرد، وبعدين بنحسب الاورينتيشن بتاع البيكسل نفسها او الجريدينت في البيكسل عن طريق ان احنا بناخد ارك تان او انفرس تان للجي اكس على الجي واي. انا كنت قلت ان هي واي على الاكس، معلش هي اكس على واي مش واي على الاكس. تمام، اهو ده كده لما باخد الاكس ديريفيتيف، وده كده لما باخد الواي ديريفيتيف، وبعدين دي الماجنتيود بتاعي، انا باخد سكوير روت ده سكوير زائد ده سكوير، فبيقوم يطلع لي الماجنتيودز دي. زي ما بنقول هتلاقي كل ايدج هنا تكينه شويه، بدا ان هي ابيض وبعدين نازله على الاسود، بس هتلاقيها بليري شويه، ده ناتج عن النازله اللي على الخفيف دي. تمام، وزي ما لسه قلنا قايلين برضو من شويه ان انا عندي هتلاقي ايدجز بيضه جدا
ورا كده حاجات رمادي قوي، وفي الوش نفسه تلاقي ايه تفاصيل رمادي قليله قوي. فهو بقى ده الثريشولدنج اللي بيحصل، هو هياخد الحاجات العاليه وهيفكس ليه الحاجات الواطيه. وده كده لما بياخد الاورينتيشن بتاع كل بيكسل، فبيطلع لي في الاول وفي الاخر انجل 0 90 45 نيجاتيف 45 الحاجات دي وات ايفر يعني. فبيدي كلر مابينج لكل ريجن، فتلاقي مثلا الحاجات اللي مايله دي هتلاقي خدت لون بيربل، زي دي زي دي كلهم نفس المكان. الحاجات اللي بالطول ومايله شويه للشمال هتلاقي خدت الاحمر الاحمر الاحمر، تمام. الحاجات اللي هي الافقيه شويه خدت الاخضر 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 الاخضر، الحاجات دي كده. بيدي يعني بس كلر كود لكل اتجاه معين او كل انجل معينه يعني. عملية النون ماكسيمم سبريشن اللي هو الثيننج اللي بيصغره مع السي، زي ما قلنا ان هو بيقارن شوية ارقام على الايدج نورمال. يعني انا لو عندي هو مربع اهو برضو، قلنا ان ده كده اتجاه الايدج، تمام، بيقوم واخد النورمال عليه ويقارن بقى اللي هنا مع اللي هنا، تمام، مش بيقارن على اتجاه الايدج نفسه. دي نتيجة العملية الثيننج، ان انا اول ما بعمل ايدج ديتكشن بيطلع لي الحاجات دي كده، الايدجز تخينة جدا و انا الدنيا مشوهه شويه. اول ما بعمل النون ماكسيمم سبريشن او الثيننج بيطلع لي كده، كل ايدج بتكون عباره عن بيكسل واحده في الاخر، فالدنيا تبقى اوضح بالنسبه لي واقدر في الاخر اخزنها ببيكسل زي اقل، وبعرف الترو ايدج فين. نفس صوره البنت دي هتلاقي برضو ان انا بعد ما عملت النون ماكسيمم سبريشن قبلها كانت بالشكل ده، بعدها هتلاقي كل البيكسلز كانت عريضه دي رفعت جدا هنا، اي حاجه كانت شكلها ابيض تخين كده هي رفعت على اليمين. فعمليه الثريشولدنج زي ما قلنا، لو انا عندي جراف بالشكل دوت، لو انا خدت الثريشولدنج بتاعي قليل جدا، فده هيحصل لي حاجات فكسانه جدا مش محتاج احسن احضرها، اكني ما عملتش ثريشولدنج. ولو خدته عالي قوي في حاجات هتطير مني كنت عايز اخليها معايا، اللي هو اكشوال ايدج بوينتس انا كنت عايزها هتطير معايا، فكاني بيعمل بقى ايه دبل ثريشولدنج، بياخد واحده من فوق واحده من تحت، واي حاجه اعلى من الهاي ثريشولد بياخدها، اي حاجه اقل من اللو بيفكس لها، اي حاجه في النص بيحددها عن طريق الكونكتيفيتي. لو في حاجه كونكتد اللي انا خدته في الهاي بيقوم واخدها معايا اهلا وسهلا، لو في حاجه مش كونكتد فدي كانت تبع اللو يعني فخلاص امشي معاها يعني. اختصارا شديدا لكل اللي انا قلته في عمليه الكونكتيفيتي دي، اهو ان هو بيثريشولد ات لو وهاي ليفلز، فيعرف الويك والسترونج. حلو، بيبدا من عند السترونج بيكسلز بعدي عنده ويشوف مين اللي كونكتد حواليها وياخدهم معاها اهو، فبيعمل كونكت كومبوننتس، بيبدا من السترونج ايدج بيكسلز ويكمل يشوف ايه كل حاجه كونكتد معاها ويقوم واخدها، اي حاجه تانيه لا بيقوم فيكس لها. في الاخر خالص بعد ما خلصنا الالجوريزم بتاعت الكاني، دي النتيجه الاخيره اللي طلعت للصوره اللي كانت معايا في الاول، ودي صوره البيت كنا خدناها في كام محاضره فاتت كده لما كنا بنتكلم على المار هيلدرس الجوريزم، اهي كانت طلعت لي الشكل دوت، وكان ده احسن حاجه بالنسبه لي. بيقارنوا لك بقى دلوقتي بالكاني ايدج ديتكتور، تلاقي الموضوع سموث اكتر بكتير، الفتافيت اللي كانت عندي مش طالعه، الحاجات اللي هي الارتيفاكتس اللي كانت عندي ما بقتش طالعه معايا، كان عندي الباب هنا مثلا ما كانش واضح، كان في حاجات ضاعت منه، هنا الحاجات عملت ديتكشن بطريقه كويسه. فبيوريك يعني ايه نوت ذا سيجنيفيكانت امبروفمنت اوف ذا كاني ايمج كومبيرد تو ذا اذر تو، سواء المره اللي على الشمال او اللي فوق على اليمين دي، اللي هي انا خدت ثريشولد للجريدينت بتاعي على طول، طبعا دي سيئه جدا يعني. فاكرين بقى السيجما اللي كنا اتكلمنا عنها في الاول، السيجما دي قلنا ان هي عمليه انت بتسموث قد ايه من الصوره، فكل ما بعلي السيجما كل ما بعمل مور سموثينج، فبالتالي لارج سيجما بيديتكت لارج سكيل ايدجز، سمول سيجما بيديتكت الفاين فيتشرز. كل ما عملت سيجما قليله كل ما انا اولموست ما عملتش سموثينج، فبالتالي هديتكت فيتشرز في الفتافيت اللي بين الصور دي او بين الحاجات اللي عندي يعني الاوبجكتس اللي عندي. اما لما بعمل سيجما عاليه فانا اكني عملت بليرنج للصوره، فالفيتشرز اصلا مش واضحه بما فيه الكفايه، فيا دوبك بيديتكت ايه الفيتشرز الرئيسيه بس. يعني مثلا هنا هتلاقي في الحيطه اللي جنبه دي وانا عامل سيجما ب1 جاب كل الخطوط بالطول دي، اما لما عليت السيجما شويه يا دوبك جاب خطين ثلاثه دول اللي ظهروا له، لكن الباقي ما ظهرلوش بعد السموثينج، معرفش ياخد باله منه يعني. كده خلصنا الايدج ديتكشن وعرفنا ان افضل حاجه فيها حاليا هي الكاني. تعالوا بقى نشوف الكورنر ديتكشن بيتم ازاي. الفكره الرئيسيه عندي في موضوع الكورنر ديتكشن هي ان انا بستخدم ويندو صغير وبعدين بحركه بشيفت قليل حواليه وبشوف التغير ده حصل في اي اتجاه. فلو انا كنت جوه فلات اريا من جوه مربع مثلا اسود انا في النص، اعركه فوق تحت يمين شمال واجي احسب اللي هحسبه يعني، هلاقي ان ما حصلش اي تغير في الانتنسيتي، الاسود فضل اسود زي ما هو. لو انا كنت واقف عند ايدج معينه لو حركته فوق وتحت هلاقي ان كميه الابيض هي نفس كميه الاسود، فالانتنسيتي ما حصلش فيها تغير. اما لو حركته يمين وشمال فهلاقي ان حصل تغير، فبالتالي بلاقي ان التغير بيحصل في اتجاهين اتنين بس من اصل اربعه، بيحصل ما بيحصلش تغير في الايدج دايركشن. اما في الكورنر لو انا واقف عند كورنر بالشكل ده وجيت احركها لجوه شويه هلاقي ان الاسود زاد والابيض قل.
جيت احركها شمال شويه لان الابيض زاد والاسود قل، جيت احركها وات ايفر اي اتجاه احركه فيه هلاقي ان بيحصل significant change in all directions. فدوت اللي بيعرفني ان انا عندي كورنر، ان انا بعمل ويندو صغير احركه في كل الاتجاهات ما حصلش اي تغير خالص يبقى انا جوه الاوبجكت. لو حصل تغير في اتجاهين بس من اصل الاربعه او عن طريق يعني الايدج بس بعرف ان انا عندي ايدج، اما لو حصل تغير في كل الاتجاهات بتاعتي اعرف ان انا كده عندي كورنر. الالجوريثم بتاعت حاجه زي كده هو ان انا بيبقى عندي الويندو بتاعي اللي انا واقف فيه، الويندو بيكون شويه ويتس، في اغلب الحالات الويتس دي بتكون كلها بون فبنقدر نفكس اصلا الجزء دي كلها يعني، بس زي ما حسوا انا بحسب الديفرنس ما بين الويندو دوت بعد ما حركته والاصل اللي انا كنت واقف عنده، فده اللي انا كنت واقف عنده الاكس والواي، وهنا نفس الاكس والواي بعد ما زودت عليهم يو وفي اللي هو الشيفتنج اللي حصل دوت، بطرح الاثنين مع بعض وبعدين اعمل سكوير عشان اتخلص من النيجاتيف لو عندي اي نيجاتيف، وبضرب في الويت بتاعي في الاخر واعمل سميشن على الويندو بتاعي كله. الموضوع اوضح شويه، ده الويندو فانكشن تمام، وده الشيفت انتنسيتي ودي الانتنسيتي الاصليه بتاعتي تمام. الويندو فانكشن زي ما قلنا غالبا بيكون 1 تمام، اي حاجه جوه الويندو هاخدها معايا، اي حاجه بره بزيرو ده المتوقع يعني، او بيكون جازيان سموث اوت شويه اللي هو اللي في النص هو اللي بون، وبعدين بقلل الكوفيشنت شويه بحيث ان انا اركز على اللي في النص بس. بعد كده في السلايدز عندي شويه ماث معقد جدا جدا مش اي لازمه الصراحه برضو، فتعالوا نشرح بصور من الفيديو ده. تعالوا ناخد الثلاثه كيسز دول، لو انا عندي كيس الكورنر ده اللي انا مهتم بيه اصلا والايدج والفلات ريجن، لو انا جيت اخد الفيرس ديريتيف هلاقي ان انا ما عنديش اي حاجه مميزه، ما عملتش ديتكشن لاي ايدج صح. في حاله الايدج ريجن هلاقي ان انا عندي جاب الخط بتاع الايدج زي ما احنا متعودين عادي، في حاله الكورنر لان هو جاب لي اتنين ايدجز واحده في الاكس دايركشن وواحده في الواي دايركشن. حلو، طيب لو جينا بقى نعمل بلوتينج لقيم الاي اكس وقيم الاي واي دي متوقع ان الاقي ايه؟ لان هنا في حاله الفلات ريجن هلاقي ان انا لو انا جيت اعمل بلوت اهوت للاكس والواي متوقع ان في الفلات ريجن هلاقي القيم كلها في النص صح، يعني انا ما عنديش اصلا قيمه كبيره ولا في الاكس ولا في الواي، ما عنديش ابيض قوي ولا نيجاتيف قوي، الموضوع كله رمادي فلاقي القيم متركزه حوالين النص. اما لو جيت اقيسها في الايدج ريجن متوقع الاقي ايه؟ هلاقي برضه ان عندي رمادي كتير جدا في النص، بس في اتجاه الاكس اللي هو هنا كده هلاقي عندي ابيضات كتير، وفي اتجاه الواي هلاقي عندي ابيضات كتير برضه تمام، فلان انا الموضوع عندي واخد الشكل ده صح. طيب امال في الكورنر بقى ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان لو عندي ده كده الجراف بتاعي الاكس اهي والواي اهي، انا في الاكس هلاقي ان انا عندي في البوزيتيف تمام عندي ابيض كتير اهوت وعندي اسود كمان، هلاقي عندي اللي في النص طبعا شر رمادي، وعندي اكسس في البوزيتيف متوزعين في الحته دي وشويه اكسس في النيجاتيف ايه هنا كده حلو، وبعدين هلاقي عندي برضو ان انا في الوايات عندي واي في البوزيتيف وواي في النيجاتيف، فهلاقي عندي برضو شويه قيم هنا كده وشويه قيم هنا كده اهو، فهلاقي ان انا في الاخر الاكتر سبارس جراف بالنسبه لي هو بتاع كورنر ريجن. تعالى برضو كده نلقي نظره عليهم، او زي ما توقعنا في الفلات ريجن الموضوع كله ايه ابيض او كله رمادي يعني، فهتلاقي الموضوع كله متمحور حوالين النص بتاعه. اما في الايدج ريجن هتلاقي عندي قيم الابيض دي كانت في البوزيتيف اكس والبوزيتيف واي، يعني كان عندي ابيض بس في الايدج الواحده، فهتلاقي ان الموضوع واخد الاتجاه ده بس كده. اما في الكورنر ريجن هتلاقي الموضوع عندي ايه من هنا كده لحد هنا كده، فهتلاقيه واخد اولموست يعني هو اكتر واحد سبارس فيهم، ولا هو متركز في النص ولا هو متركز في خط واحد كده. فالكورنر ديتكتورز بقى بيعملوا ايه؟ بيقولك انا هعمل حاجه، انا هاجي اقف في نص الجراف بالظبط هنا كده احنا على الشمال خالص تمام، واجي اعمل دايره او بيضاوي يعني يحاول يغطي كل الاشكال اللي عندي كل النقط اللي عندي. فبيجي مثلا في الفات ريجن بيلاقي انها دايره هم كلهم اولموست عاملين دايره، وبيجي هنا في الايدج ريجن بيقف في النص ويحاول يكبر الدايره بتاعته او البيضاوي بتاعه بيلاقي ان هو طويل جدا من هنا عشان يغطي الايدج دي كلها او النقط دي كلها، اما في الاتجاه دوت بيلاقي انها قليله جدا صح. وبيجي بقى في كورنر ريجن بيقف في النص برضو بيلاقي ان هو عنده هنا نقط بعيده وعنده هنا برضو نقط بعيده وعنده تحت هنا نقط بعيده، فبالتالي بيطلع في اخر الثلاثه كيسز للبيضاوي، يا اما دايره صغيره جدا يا اما دايره كبيره جدا يا اما بيضاوي مطوط، فبلاقي عندي ان انا من ناحيه كبير قوي ومن ناحيه صغير قوي. طب احنا عاملين نتكلم في الهوا كده عايزين حاجه توصف للدايره دي، اي دايره بيكون عندها او اي بيضاوي يعني اي اليبس بيكون عنده قيمتين، الدايره العاديه بيكون عندي راديوس واحد ان هو منتظم صح، هنا ممكن نعتبرها ان هما اتنين راديوس يعني واحد في الطويل واحد في القصير، فبيقولك ان لو الاتنين عندي قليلين معناه ان انا عندي فلات ريجن. هو هيقولك لو الجاما 1 والجاما 2 الاتنين عندي صغيرين يبقى انا عندي دايره صح، يبقى انا عندي دايره صغيره اللي هي دي الفلات ريجن، اما لو الاتنين كبار يبقى انا عندي دايره كبيره جدا فيبقى انا ساعتها في كورنر ريجن، اما لو
في واحده فيهم كبيره وواحده فيهم صغيره، فرق بينهم شاسع جدا زي كده، فتلاقي ان انت عندك الريديوس الكبير كبير جدا والريديوس 2 صغير جدا. لو في فرق كبير كده بينهم يبقى ده ايدج ريجن، اما لو الفرق صغير فساعتها او الاثنين كانوا ايكوال يعني، بشوف لو قيمتهم قيمه صغيره يبقى انا فلات ريجن، لو قيمتهم قيمه كبيره يبقى انا لارج. طبعا نرجع للمحاضره، تلاقي الموضوع بقى اسهل بكتير جدا في المحاضره. عمليه ان احنا بناخد الاي اكس والاي واي، الانتنسيتي في الاكس والانتنسيتي في الواي، ونيجي نحسب الايجن فاليوز بتاعتي اللي هي اللي في الاتجاه ده والاتجاه ده، اللي هي واي 1 واي 2 او جاما 1 وجاما 2 يعني. الكلام ده كله بيتعمل بحاجه اسمها السكند مومنت ماتريكس، تمام؟ انت عارف المصطلح بس وهو ده الشكل بتاعه يعني، تمام؟ لكن زي ما قلنا ان احنا في الاخر بيحصل ايه، ويبقى عندي اتنين رادياي، واحد في اطول اتجاه اللي هو بيسميه سلوست تشينج، واحد تاني في اقصر اتجاه اللي هو الفاستست تشينج. بعد ما جبنا الدايره بتاعتي دي او الايجن فاليوز بتاعتي دول اللي هم جاما 1 وجاما 2، لو الاثنين قلنا زي هم صغيرين جدا ليه جاما 1 وجاما 2 ار سمول، يبقى الاي از اولموست كونستنت ان اول دايركشنز، فيبقى عندي فلات فلات ريجن. اما لو كانت ممطوطه كده زي ما قلنا، معناه ان انا عندي واحده فيهم اكبر من الثانيه، يبقى انا عندي ايه كسره الايدج. اما لو الاثنين عندي كبار والاثنين اولموست بيساوي بعض، يبقى انا عندي هنا الاي بتنكريز في كل دايركشن بتاعتي، يعني اما الجراف اللي عندي اللي احنا رسمناه ده سبارس قوي متوزع في كل حته، فساعتها بعرف اديتكت ان هو كورنرز. فانا بروح اعمل حاجه اسمها السكند مومنت، تمام؟ فاجي احسب الشكل بتاعي دوت، وبعدين احوطه باكبر اليبس ممكن دوت مثلا، او لو في الايدج هتلاقي الموضوع عامل كده، او لو في الفلات ريجن بتلاقي دايره في النص. فبالتالي انا القيم بقى الجاما 1 والجاما 2 هم دول اللي بيحسبوا لي الكورنرز، بعرفوا هي كورنر ولا لا بناء على القيمتين دول. زي ما خدنا الكاني في الايدج ديتكتورز، عندنا هنا حاجه اسمها الهاريس كورنر ديتكتور، وازاي بيعمل نفس اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي ده، بيحسب الام ماتريكس لكل ايمج ويندو عشان نعرف الكورنر نس سكور، يعرف هي كورنر بنسبه قد ايه على حسب طبعا الدايره اللي احنا لسه رسمينها دي او الاليبس اللي احنا لسه رسمينه. وبعدين بيشوف انهي بوينتس ادوله اعلى في ريسبونس، يعني انا لو حاجه دايره كبيره هيديني قيمه عاليه، لو ايدج هيديني قيمه متوسطه، لو فلات هيديني قيمه صغيره. فبيجي يعمل هو ثريشولد بحيث ان هو اهو بيعمل ثريشولد هنا كده، بحيث ان هو ياخد الكورنرز اللي عنده ويفكس الحاجات اللي ما هياش كورنرز. وبعدين بيعمل زي ما كان اللي كان بيعمل عشان برضو يعمل يخلي الموضوع لوكاليتي اكتر، ان هو بيعمل نون ماكسيما سبريشن، برضو اي كورنر واخده ايدجز كتيره بيحاول ان هو برضو يصغرها تاخد خط واحد بس زي ما كان الكاني بيعمل. دي مثلا اكزامبل كده من الصور اللي عندي، بيجي في اول يعمل لها كورنر ريسبونس ار اللي هو الدايره اللي احنا لسه نرسمها دي، وبعدين بيعمل لها ثريشولدنج يعرف انهي حته هي اللي شكلها كورنرز وانهي حتت ايدجز او كده. تلاقي مثلا لو رجعنا لورا دي باين انها ايدج جدا اهي، فلما جه في ثريشولد هتلاقي مكانها بقى اسود، خلاص دي مش تبعه بقى، هو مش معتبر بيها خلاص ان هو بيدور على كورنرز دلوقتي. طيب انا الدنيا عندي لسه مساحات كبيره، بيجي يعمل لها بقى مينيمم سبريشن، فيختزل كل حاجه من دول في بوينت، ترجع بقى للصوره الاصليه تلاقي ان هو عمل تكت للكورنرز اللي هنا، حاجات زي كده الكورنر دي الكورنرز دي، حتى الحاجات جوه هنا تلاقي برضو جاب لك كورنرز جاب لك كورنرز. طبعا في حاجات بتقلش منه بيجيب لك قيمه في النص كده، ولكن في المجمل يعني بتلعب بالثريشولد بتاعتك لغايه اما تعرف انت انهي كورنرز بالظبط انت اللي مهتم بيها يعني. زائد ان هو حتى لو في حاجه جابها هنا اضافيه زي البوينت دي، هتلاقي ان انت في الصوره انت بتقارن بيها هتلاقي برضو جابها برضو، فبالتالي بيعرف يديتكت الكورنرز في الصورتين مع بعض، يحصل الماتشنج الصورتين بكل سهوله يعني. طيب مع موضوع الانفارينت بقى في الكورنرز، هل هو انفارينت مع ترانسليشن وروتيشن في السكيل؟ تعالوا نشوف. هتلاقيه بيقول ان انا كان عندي الديريفيتيفز والويندو فانكشنز الاثنين كانوا شيفت انفارينت، ما بيتحركوا ما بيفرقش معايا لو جم كده شويه او كده شويه. اما الكورنرز هتلاقيه بيقول ان انا كوفارينت وذ ريسبكت تو ترانسليشن. اما في الروتيشن هتلاقي ان انت الكورنر اتلفت، لكن لما تيجي تحسب لها كل اللي احنا حسبناه دوت، هتلاقي ان انت عندك في الاخر جاما 1 والجاما 2 طالعين في الاخر بنفس القيمه، حتى لو اتلفوا شويه بس القيمه بتاعت الخط ده نفس القيمه دي بالظبط، والقيمه دي هي نفس القيمه دي بالظبط، فهتلاقي ان الكورنر ريسبونس بالنسبه لك هو ار انفاريانت للايمج روتيشن. طيب هل هو انفاريانت للسكيل؟ في الواقع لا. ليه؟ لان هو لما عمل هنا ديتكشن للكورنر، لو انا كبرت الموضوع قوي هيجيب لك ان دي ايدج وان دي ايدج وان دي ايدج بزاويه 45 برضو، فبالتالي هو مش انفاريانت خالص للسكيل، ولكنه بيفرق جدا يعني في السكيلنج بتاع الصوره. احنا كده خلصنا جزء الديتكتورز، فاضل لنا جزء الديسكريبتورز، بس طولنا شويه فهقفل المحاضره على كده، وهكمل جزء الديسكريبتورز في بارت 2 ان شاء الله بعد الفيديو ده على طول. ما تكونوا استفدتوا، شكرا، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.